اسم قلية وشون اكسن صاحب يلميل كستو اد جوكتان هلكن وجن الكدب قل كوررك واللحد بيشة اغوستو سنت كلابو كل بطنية فرقوط بضا وقوة وين ورركان دينا هينا نوحا كميدا شركة قلها وتشيق قرنك او كدعي ميلك بحسن مقالة مقدشو شركان او هوري اوغو باقضي دور الريموت او اسبير ستي محا حدا تحقلين قارة لوسي احمد مدوبي او مشقول حوق لشيغان ايا الدور كشركان او حساسية محا ديرد اللوغو سار ايا محايس اقو آنة شركان والوال قارة اوغو هيان اما دا حدا مامول قبلي ديدا حقوارن كوادن وركينا يدكو داون دونتان هوقاميها مامول كونفرقل بيد لافت قرين او قيلالان حوق للاقا كيني صاحب بدا مدحوين حسن شيخ محمود او دعوات علوس او كقود بيي داها قداشي سمحاك سعودة او لافت قرين لوغا قيلسيي حوقوا دن وركينا اياد كو داوان دونتان التركيكو مسؤول سره اي اصول ديرين مغالدو مقدشو حيلي عاكن فيدان او شرير كالدوان مغالدو ديس او بكولي شي مسؤولين تا دولد ايتوبيا dawladda masar markala waxay ku dhawaaqday garab istaag xoog leh oo ay siinayso Soomaaliya ee dawladda federaalka Soomaaliya oo arintaas ka jawaabtay ciidankii ahlu sunna oo gadooday kadib talaabo culus ay qaaday dawladda federaalka Soomaaliya iyo Mareykanka oo xulafadiisa ku wargeliyay xilliga uu dhici karo weerarka Iran انتا سي صاحب يلوحي هاين قضو بضا او قدر كران ورك جنال كدابا قل كوررك اديت كو عصوب تاي جنال كان كو صبيرو سبسكريب سار موقال كلاك سار شير غريه او لو داك صاحب دا ادكو ما سنتا هاينات كمي تاي صاحب دا مركز تلا سعدا وراركان هلكن كو سو قد بينو هاتن وركي يوفد سن شيركا قلها وطشيق قرنكا يالا فيليا عند وان وكدعو مغالا دا كسمايو اي حارون تو مامول كجوبالان شيركان او لغو وداي عين مقدشو او كاقبصومو دماد كي بيشي هوري اي وحو دوان كفرمي دونا مغالا دا كسمايو كي ديب دلب كي يميد مدحوينها جوبالان احمد مدوبيع شركان ايا هوري اوكو باغدي دور الريموت او اسبير ستي سيدا احمد مدوبي او شركان انو كقيب غلاكا عدر دارتي صواب اللحاليدا حوجين تهول غلادا كسعدا ديگانا دو جوبالان كدب قوليه اوكو دنبي اي عيدن كحوق دالك اي كو جوبالان اي كسو هويين دقال كشبابا سيدا وراركو اي شيغيان شركان ايا سيوين اوكو حران مستقبالك دولت قبل ديدا مدحيلا كود او دمادي او دونايا ان مدحونا حسن شيخ محمود او فصحو عين دورشا اي آدان اي جان قوين تم مسير كفيلا سوماليا اي دورشا دلبوكو لباتني لح بيشان اغوستا اي نقون دونتا بلغو آمن دونتا جي دي سعود كدورشو ينكا اسكو ستكن اي هير دولت قبلت اي هير فدرال arrimahan ayaa imaanaya ciidada mashruuca doorashada qofii cod ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay caqabado waaweyn ku hor gudbay yihiin sida mucaaradka oo aad u diidan qorshaha madaxweynaha Xasan Sheekh ayaa ku adkeysanaya in dalka ay ka dhacdo doorasho qofii cod kadib markii baarlamaanka uu marsaday cutubyo kamida dastuurka oo dhigaya in laga guuray hanaankii doorasho ee hore walow ay ilaa hadda muuqan talaabooyin loo qaaday midaasi الدعوة كلنا لفت كرين أي حسن شيخ أكود بيه دعوة كرين صاحب بديس لو رأي دلو كالسوني هاي أي ورباهين تؤدو سيجي عين مدحونها مامول كونفرق البيت عبد عسيس لفت كرين ودبا تحوق لكو قبو مسؤولين ودو مدحونها سومالي حسن شيخ محمود لفت كرين أو سوين ودونيا عين مركله وكو قوليستو الدرشة كونفرق البيت أي عداد اسكال كل ميا صاحب بدا حسن شيخ محمود أو أولا لك دحوضا حلبان دبارلما كونفرق البيت يوضياش دقن كديغان داسي hogamiyaha konfur galbeed ayaa xasan sheekh maxamuud u gudbiyay cabasho iyo hanjabaad isla socda isagoo u sheegay madaxweynaha in arrimaha u gaarka konfur galbeed loo daayay maamulkiisa lafta gareen ayaa xasan sheekh ugu hanjabay in ragan ay xumeynayaan xiriirka wada shaqeyn ee dawladda dhexe iyo konfur galbeed waxaanu ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karto ololaha mas'uuliyiin dawladda ka tirsan ay ka wadaan konfur galbeed مدحونا صوماليا حسن شيخ محمود ايا حرير وناكسن لسمي لفتقرين تن اي مركي حكومكا مرلبات ديب لوغو دورتي يدو حسن شيخ محمود او قبيهان ببدلي سياسة دي ساعداد اسكا كوري سنايد اي حكومكي سكوباد او كالهورتغي او قامياشا مامو القبلة دي حلقا سجري اجيستا كلانا توركيغا ايا مسؤول سر او صدري مقدشو حل في دان كلامك لدوان والاسوقاتي مسؤولين تا دولة ايتوبيا wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macallin Fiqih ayaa xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha Akadeemiyadda Diblomaasiyadda Turkiga oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi
وزير فقه إيه بروفيسور دكتور مسود أوسكان يا كود هذلي إسكاشي قال بدرنا إيه صار أوقاتista تبرد تاجر دا إيه دبلوماسيين تسومالية إيه كهلان تركيا وزير كريم هدي بدأ سومالية أي دولة دا تركيا كجمع هدعية تاجر دا أي لقرب تاجن تاي سومالية إسقاط حسي عشان يتبان كيسنا يوجد أم بيس تركيا أوتوبريم إلا سديتن دبلوماسي هاتن ورجينا يو عين لسيه هرمريو إسكاشي قبرد ودا قال بدرنا كلنك وحقوب جوكا سفيرك تركيا في سوماليا ألبير أكتاس عنوكو سوبيغ ميا حلي مغالا دو مقدشو وكفر ميا تابر لسينا يو دبلوماسيين سوماليا وحرفتنا يكو عصبتاين سعودال كمسؤول كنسره اي كترسن وسرد ريمه ديبدا تركيا يا ايمانيا خيلي وزير كريمه ديبدا دلك تركيا حكن فيدان او تغه مغلدا ديس ابا اي دلك ايتوبيا حكن يا هلكاس كولمو غوغل حارو دحدحادينتا سومالي ايتوبيا او تغي اسغو لا كولمي رئيس الوزراء بي احمد سيدو كلا وزير فيدان ايا لا كولمي ديغيس ايتوبيا تايه اتيس كيزلازيا سفر كان يلا شغي انو قاتاي دور مالمود وحانا لشيغي عين دور وين وكا قادان ايو حالو هيلست حيسة دموغدشو يدي صابا ايسال كويسة هشيس بيانات كي بدا وحاكن فيدان ايا كشاقين ايو سيدي اللو دحدا حادين لها لابدد الله اي تركيغ ساحيب كلا ما دام تركيغو او آد او دانين ايو قبل كجيسك افريكا او دنتيس او كدحر كيو سوماليا اي توبي او هشيسا ولي جنرال ka dabagalka wararka idin kala socotaan saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan waqti wacan ee waayo wanaagsan ayaan idin leenahay markana Masar ayaa markale garab istaagtay Soomaaliya ee dawladda federaalka oo ka mahad celisay dawladda Masar ayaa markale garab istaag u muujisay dawladda Soomaaliya aanay siyaasada ku diiday ugana soo horjeesatay heshiiskii ay horay magaalada Addis Ababa ugu gaareen maamulka Soomaaliland ee dawladda Itoobiya شير جرائد اي قاهركو ودا قبتين وزير كريمه ديبدا مصر بدر اي وزير كريمه ديبدا تركيا هاكن فيدان ايو بدر عبد الله تي كو شغي عين مصر اي كردرو ارغتو هيشيسك اي ودا غارين ايتوبيا اي مامولكا غوبلدو وقوي اي سوماليلاند وعن آد وآد كينينا دوريد دا قران نمدا يمد نمدا دولايد اي سوماليا وعاي مصر سيدا ميستران وقوغا عان سيرتي تلابو والبا وجيد كيدو يهي مد داو عيسا مد نمدا اي بدقب كدولايد اي سوماليا وعن سيدو كالي مركا لكو علينينا انان سيبو حدا وديدا نهي اساف غرات كيلا سيحي وعان آد كينينا مهيمد دا إلايد هاي عين لا دورو مدحبانا ندا سوماليا ايرو سير كريمه دي بدا مصر أرينا عكلي وسير كريمه دي بدأ صوماليا أحمد معالم فقه أي الدولة داولا لها النهي إيه مصر كجمهة عليه موقف كعد أي كتاقنتا إلى لنتا مدني مدرولات إيه مدحبنان دا صوماليا مصر أيها كميدا دولة دا هسيوين ودي داي الدماع إتوبيا يكو دونيسو عين يكو قادتو بيا صوماليا وحانا دولة دا مصر هشيسك أبي أولاق لأي موسى بيحي يكو تلمامتي متشرع الدراء أحد قدوبكوا مدني مدى صوماليا أرينا عكلنا عيدان كأهل السنة أيها قدودي كديب تلابا إقادي دولة فدرالك عيدان مقدود سنو كترسن ملتريق سوماليا أيها قاري ديغان كهورش إيو قويق قبل كقل قدود عن هالكاس كجرتا عبسكو آدن قرشهودا عيدان مدن أيها كترسن قوتو دشاني توبناد قيب تلاباتني كوباد وحان دوانيك لابتين مغالد مقدشو كدي مركي لغا جرتاي حاقو قدودا عيدان كان قدود سنة يوطا كدواد طوبان غاري او تيقنكا عاني سفر دولكا او مال مكورك بحين مقدشو ايغو غاري ديگان كهورشه اي قبل كقل قدود او دعاينتو دحيسا روس مربي عابد واق عيدان كان اي اهكوي اهلو سنة اي دولد سوماليا قرميسي بلس دوان اي كقدودين قرش اي ودتي دولد تاسو صابتي ان مشارك لك جرتو taliska ciidanka xogga dalka ayaa guutadan ka soo qaaday galmudug aan lagu xareeyay xirada general gordon ee magaalada muqdisho waxana loo sheegay in qalabayn ee dib u habeyn lagu sameynayo maalmo kadib waxa ciidankii laga dalbaday in qoryaha ay la yimaadaan hadii kale mushaarka laga jarayo aanay sameeyeen gaduud ka dhana go'aanka taliska ciidanka xogga dalka oo ay sameeyeen barnaamij ugu dambeyntii waxay isaga tageen Muqdisho markii ay xaqiiqsadeen in mushaarkii laga jirtay hoobkooda ay ka sii qaateen magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb waxaanay uga gudbeen deegaanka Hurshe oo ay ku sugan yihiin haatani galmudug waxa ka jirta cabsi la xiriirta in ahlu sunna ay dib u soo noolaato maadaama ay haystaan fursad ah in ciidamadii daacadda u ahaan jiray ay hadda ka soo gadoodeen dawladda kadib markii laga jirtay mushaarka
dawladda ayaa ciidankana si cad ugu sheegtay in mushaarka laga jari doono hadii aysan la iman qoryo lagu diwaan geliyo halka ciidankuna ay ku doodeen in hub aysan haysan isla markaana looga baxay qorshihii looga keenay galmudug oo ahaa in la qalabayn doono waxana bilowday gadood halka dawladda ay go'aankii ka dhabaysay oo bishan ay ka jirtay ciidankaas mushaarkooda عيدان كاني ايا قلالاسو علوز جلين كرا قلمودوك او حد تنكشاي حلي جيدي دورشادا اهلو سن ايا هيلي كرتا فرصد ايكو غرغر تنطو كنا ابورتو اوود عيدان او مركلاكا عورات ديگانكا ها دي دك دك دولادا ايسان وحالين جدود كا عيدان كا غاري ديگانكا هورشي او فريسين مهيمو اهلو سن ugu dambeyn مريكنكا ايا حلفاديس كور جلي حلي جاه او xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa xulfadiisa G7 ku wargeliyay in Washington ay rumaysan tahay in weerarka Iran ay doonayso inay ku qaado Israa'il uu bilaaban karo 24 ilaa 48 saacadood ee soo socda. Sidee baahis warbaahinta Axios waxay sheegaysaa warbixinta uu dhigiisa dalalkaas arrintan uu kala hadlay iyadoo Mareykanka uu wado dadaallo lagu qaboojinayo xiisadda loogana hortagayo dagaal buuxa. Blinken waxa uu sheegay saraakiishaas oo telefoonka uu kula hadlay in Iran cadaadis lagu saaro in xuduud ay u yeesho gulufkeeda ay tahay wadada ugu fiican ee looga baaqsan karo dagaal gobolka ka dhaca. Waxa uu intaas ku daray in Ameerikaanku uusan ogeyn xilliga rasmiga ee Iran weerarka ay qorsheysay laakiin uu rumaysan yahay in dhaqso uu ku bilaaban karo. Aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Mareykanka Joe Biden kulan uu la yeelan doono kooxda amniga qaranka isagoo kala hadli doona xaaladaha kasoo cusboonaaday bariga dhexe waxa kale uu kala hadli doona Boqor Cabdullaah Urdun sida aqalka cad uu sheegay Mareykanka waxa kale uu bariga dhexe u diri doonaa cudud ciidan kuwaasoo difaac u noqon doona si hoos loogu dhigo xiisadda sida uu sheegay aqalka cad wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga Antonio Tajani waxa uu sheegay axaddii in wasiirada arrimaha dibadda ee wadamadaas todobada ah ay ugu baaqeen dhinacyada qaybta ka xiisadda ka tagan bariga dhexe inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara in xiisaddu ay sii kororto. Xafiiska xogeyaha difaaca Mareykanka Lidley Austin ayaa hadal laga soo saaray lagu sheegay in uu la hadlay dhigiisa Israa'il Galanti fiidnimadii Axadii. Wadahadalkan ayaa salka ku hayay xaqa ay Israa'il u leedahay inay iska difaacdo khatar kasta oo kaga timaada Iran iyo xulafadeeda iyo tallaabooyinka uu Mareykanka qaadayo ee uu ku xoojinayo difaaca Israa'il iyo ciidankeeda gobolka sida hadalkaasi lagu xusay. Qayb ahaan dadaalka lagu yareynayo dagaalka oo gobolka ku baaha ayaa madaxweyne Faransiiska Emmanuel Macron iyo Boqor Cabdullaah Urdun waxay ku baaqeen in laga fogaado xiisad military oo sii weynata. Israa'il iyo Hom ayaa iyana soo tabisay in Mareykanku ansixiyay shixinad banbaanooyin culus ah kuwaasi oo la hakiyay ka hor intuusan dagaalku qarxin 7 Oktoobar. Iran waxay sheegtay inaysan doonayn in xiisadda ay ku baahdo bariga dhexe laakiin waxay rumaysan tahay inay ciqaabto Israa'il si looga fogaado deganaansho la'aanta gobolka soo food saarta. Hadalkan oo ah qoraal uu soo dhigay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Nasir Kanani ayaa yimid iyadoo laga cabsi qabo in xaaladdu ay kasii darto. Guudana saaxiibey loonaga inta warka jeneralka dabagalka wararka aad iyo aad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share garee oo la wadaag saaxiibada aad kuma asantahay oo daawashada warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo.